السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، الفيديو ده ليك. اكيد انت في الفترة دي خايف وقلقان، متوتر وزعلان، حاسس انك فايتك كتير، مش هتلحق تعمل حاجة، عمال تفكر والتفكير هيموتك، هوصل ازاي؟ وانا جاي اقولك لا تقلق، لا تستسلم، هتوصل واحنا معاك. في الفيديو ده هنعرض مع بعض المشاكل اللي بتواجهنا وازاي نحلها حل مثالي. جاهزين؟ مستعدين؟ طب يلا بينا. اعزائي، جاي اكلمكم النهاردة عن 3 حاجات مهمين جدا. هنتكلم عن مشاكلنا، ونتكلم عن حلها، وهنتكلم ازاي نذاكر. لكن قبل ما نعرض المشاكل ونعرض حلها ونعرف ازاي نذاكر، عايز اقولك ان كل انسان ليه هدف عايز يحققه ويوصله، واكيد انت قاعد بتتفرج عليا وليك هدف وحلم عايز تحققه وتوصله. فعشان نقدر نحقق اهدافنا ونوصل لاحلامنا، ده بيعتمد معانا على 3 امور اساسية. اولهم علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، تاني حاجة علاقتك مع الصلاة، تالت حاجة علاقتك مع حسن الظن بالله. ان قدرت تراجع نفسك وتقيم التلات امور دول اقامة صح، اعرف انك هتوصل والله لهدفك وهتحقق حلمك بلا شك. واكيد عشان نحقق حلمنا ونوصل لاهدافنا لازم يكون في عندنا اجتهاد. طب هو انت اللي بتعمل الاجتهاد ولا في دافع خارجي هو اللي بيخليك تجتهد؟ اكيد مش انت اللي بتعمل الاجتهاد، لان اي انسان في الدنيا مش بيحب ان هو يكلف بشيء، مش بيحب ان هو يتعب ويجاهد. فاللي بيديك الاجتهاد ده هو ربنا سبحانه وتعالى. فعشان يديك الاجتهاد وعشان يكتب لك التوفيق في تحقيق حلمك والوصول لهدفك، لازم تراجع علاقتك معاه، لازم تراجع علاقتك مع الصلاة، لازم تراجع علاقتك مع حسن الظن والثقة بي سبحانه وتعالى. انا مش هكلمك عن مراجعتك للثلاث حاجات الاساسية دول، فدي بتاعتك ترجع فيها لنفسك وتشوف نفسك وحالك فيها. لكن اللي عايز الفت انتباهك ليه، ان انت لو اقمت علاقتك صح مع ربنا سبحانه وتعالى، فلازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قالك فاذكروني اذكركم. فانت لو اشتغلت على ذكر ربنا صح، ربنا هيذكرك في تحقيق حلمك والوصول لهدفك بلا شك. وان رجعت علاقتك في الصلاة واقمتها اقامة صحيحة، فبرضو لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قالك وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فعايز كل واحد بيسمعني وكل واحدة بتسمعني دلوقتي تفكر في الاية دي بمفهومها هي، وتشوف هتوصل لايه وفهمت من الاية دي ايه. علاقتك مع حسن الظن بالله، عايز الفت انتباهك وعرفك برضو ان ربنا سبحانه وتعالى قال في حديث قدسي: انا عند حسن ظن عبدي بي. فان انت احسنت الظن بربنا ان هو هيديك الاجتهاد وان هو يوفقك للوصول لحلمك وتحقيق هدفك، والله بلا شك سيعطيك ذلك وهو راض عنك تمام الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضاك عن ربنا عز وجل هو انك انت ترضى بقضائه وقدره في كل امور حياتك، مش في المذاكرة بس، ولا في النتيجة اخر السنة بس، ولكن خليك على يقين بالله انك انت هتوصل لحلمك وانك انت هتحقق هدفك. ودلوقتي نقدر نخش على المشاكل اللي بتواجهنا ونشوف حلولها ازاي. فمشاكلك مع المذاكرة ومع المواد المقررة عليك بتتلخص في 3 حاجات. اول حاجة اهمالك لمواد وانتباهك مع مواد تانية وعدم التوفيق ما بين المواد وبعضها. المشكلة التانية هو انك انت ما عندكش فكرة ازاي تذاكر المادة صح. والمشكلة التالتة ان كل ما بيجري بيك الوقت بتحس ان الوقت ضاع وبتحس انك انت مش هتقدر تعمل حاجة. ويا ترى ايه هي حلول مشاكلنا دي وعايزين حلول جذرية؟ اولا لازم يكون عندك قدرة انك انت تقدر توفق ما بين المواد وبعضها، وده انك لازم تلتزم بنظام، لازم غصب عنك، ده مش بمزاجك، تجبر نفسك على كده. فلازم تسيستم نفسك انك انت في خلال الاسبوع تكون ذاكرت كل المواد.
مفيش مادة ما ذكرتهاش ومفيش مادة ما بتديهاش حقها. ما ينفعش انا اقول لك جدول، الجدول ده بيختلف من طالب للتاني ومن طالبة للتانية، فكل واحد شايف الطريقة المناسبة ان هو يقدر يحقق في الاسبوع مذاكرة المواد كلها، هيلتزم ويتوكل على الله ويشتغل ويجتهد ومفيش حاجة تعرقله ومفيش حاجة توقفه. لا تستسلم. طيب انا مش عارف اذاكر المادة ازاي، انا بذاكر لكن ممكن ما يكونش عندي قدرة على التحصيل كويسة، وممكن ان انا بذاكر قليل جدا، وممكن ان انا بذاكر كتير جدا ولكن انا مش فاهم حاجة او مش فاكر حاجة، فيا ترى ايه الحل؟ الحل يا سيدي موضوع سهل وسلس وبسيط. اول حاجة ان احنا لازم نطبق طريقة المذاكرة اللي هتعرفها معايا كمان شوية، لازم نطبقها بالحرف. والشيء التاني ان انت المقدار اللي بتذاكره في اي مادة من المواد لازم يكون ليك تطبيق عملي عليها، والتطبيق ده بحل الاسئلة، اما من اسئلة متعلقة بالدرس او اسئلة الامتحانات. لازم وتعمل لنفسك كشكول خاص بالتطبيق العملي على الدرس او على المقدار المقدار اللي انت بتذاكره. انت يا حبيبي مش بتذاكر دروس دلوقتي، انت بتذاكر بالمقدار، فكل مقدار تذاكره لازم يكون قصاده التطبيق العملي عليه عن طريق حل الاسئلة الخاصة بالمقدار او اسئلة الامتحانات. والمشكلة الثالثة اللي بتواجهنا في مذاكرتنا ان كل ما بيمر بينا الوقت بنحس ان خلاص ازفت الازفة، مش هنلحق نعمل حاجة. وانا عايز اطمنك جدا، والله انت لو قبل الامتحان باسبوع تقدر تعمل وتصنع المستحيل، لان ربنا سبحانه وتعالى ما ادكش العقل عشان تنام وتتكاسل وتفكر في الاحباط بس، بل ان ربنا سبحانه وتعالى مديك العقل عشان تفكر وعشان تشتغل وعشان تجتهد وتطمح وتأمل وتظن في الله خير. فاحنا الوقت لسه بدري جدا، نقدر نعمل كل حاجة، فلا تقلق من هذه الناحية تماما. واخر حاجة نختم بيها الفيديو بتاعنا ازاي اذاكر. فطريقة المذاكرة تتلخص معانا في 5 حاجات اساسية لازم نعملهم، وقلتلك عشان تعرف تذاكر المادة مذاكرة صحيحة لازم تطبق طريقة المذاكرة اللي انا هسمعها لك دلوقتي دي بالحرف. اول حاجة لازم نصحى بدري، فنهتم بقى بصلاة الفجر، وعشان كده قلت لك راجع امورك مع الصلاة، لان كل الحاجات اللي بكلمك عليها دي كلها مرتبطة ببعض، يبقى انا احافظ على صلاة الفجر وابدأ مذاكرتي من بعد الفجر. الحاجة التانية ان انا عايز اديك معلومة ليك، ان العقل البشري لا يستوعب تركيز شديد اكتر من نص ساعة، يعني انت تقعد على الكتاب بتركيز شديد جدا او تقعد على المادة بتركيز قوي هو نص ساعة بالضبط. اول ما تعدي النص ساعة هتبدأ تلاقي ان العقل بيشرد، ان هو يفكر في حاجة خارجية، ان هو يسرح، ان هو ما يركز، وده امر طبيعي لان المدة الزمنية للتركيز الشديد جدا في الشيء عند العقل هو مقدار النصف ساعة. طب ايه العمل عشان نقدر نحافظ على التركيز الشديد ده؟ لا، لازم اقطع المذاكرة بمقدار 5 دقائق، يعني على النص ساعة راحة 5 دقائق. طب ال5 دقائق دول اعمل فيهم ايه؟ العب، اكل، اشرب، انام، طيب اعمل ايه؟ لا، تروح تعمل مشروب انت بتحبه، بس مش مشروب يهبطك ويخليك تنام، وانما مشروب انت بتحبه يخليك ريفرش بس مش اكتر، وبعد كده ترجع تكمل تاني مذاكرة نصف ساعة، وهكذا طوال الوقت. في اليوم بتاعك ما تذاكرش مادة واحدة بس، لا، خلي عندك تنوع مواد مختلفة، يعني على الاقل يكون معاك 3 مواد في اليوم بتتنقل ما بينهم عشان ما تحسش بزهق في مادة من المواد. وبعد مذاكرة كل مادة عايزك تحصر اللي انت ذاكرته ده في نقاط عشان تظل ثابتة في الذهن، لما تفتكرها تفتكر اللي انت ذاكرته كله. واخر حاجة بقى هو انك تحط على كل مقدار ذاكرته اسئلة من فهمك للدرس، وده التطبيق العملي اللي كلمتك عليه، ولازم يكون معاك كشكول او حاجة خاصة بالتطبيق العملي وحل اسئلة على كل مقدار انت بتذاكره وتحلها زي ما انت ذاكرتها بالضبط. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، ولازم تعرف ان انا جاي افيدك، فحاول بقدر المستطاع انك انت تستفاد وتطبق الكلام اللي انت سمعته النهاردة ده. وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.